هنتكلم مع بعض عن ماذا بعد رمضان ونحن في هذه الأيام يعني في أشد الحاجة إلى نفحة ربانية ونستعيد فيها تعاليم الهدي النبوي للرسول عليه الصلاة والسلام. ونبدأ مع بعض وحضرتك تقول لنا من الذي استفاد من رمضان؟ الحمد لله، رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد، وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب، ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ولي الأبرار ولي الصائمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نبي الرحمة نبي السلام. مرحبا بك يا دكتور عماد، ومرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أقول لك كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. من الذي فاز في رمضان؟ الذي فاز في رمضان من تقبل الله منه الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، من قام بالليل والناس نيام، هؤلاء هم الفائزون. وأسأل الله أن أكون أنا وأنت منهم والمشاهد الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حضرتك أشرت إلى أن الفائز هو الذي تقبل منه، إزاي كل واحد فينا يعرف أنه قبل منه؟ إذا تقبل منك حسنة فاعلم أنك ستداوم على حسنة بعدها، وهذا ما أرشدنا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عن الصيام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كمن صام الظهر. كأنه صام الظهر، كأنه صام العام كله. يعني تخيل، انظر إلى كرم الله، الحسنة بعشر، صمت رمضان كم يوم؟ 30 في عشرة ب300، ثم ست من شوال في عشرة ب60، كأنك صمت العام كله، وهذا هو الكرم. كذلك إذا كنت تقيم الليل في رمضان فداوم على ذلك بعد رمضان. لما؟ لأن رب رمضان هو رب باقي الشهور والأعوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، أي أن تلاوة القرآن، أي أن الصيام، أي أن صلة الأرحام، الصدقة، الوقوف بجانب المحتاج، إغاثة المستغيث، هذا يعني مأرب النبي، وهذا دأب النبي، وهذا عمل النبي في رمضان وفي غير رمضان. لما؟ لأنه من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى ومات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وجاء في الأثر بأن هناك جارية هلكت في الطاعون وهي عند الإمام الجوزي، فجاءت إلى أبيها في منامها في منامه، فقال لها: أين أنت يا بنيتي؟ فقالت: يا أبي، والله لتسبيحة من تسبيحاتكم يا أهل الدنيا أحب إلي مما طلعت عليه شمسكم وغربت. يا الله، تسبيحة وحدة، فما بالك بمن يسبح، بمن يهلل، بمن يكبر، بمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فداوم أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. بل إن أبي قلابة العجرمي يقول: خرجت من بلاد الشام إلى البصرة، وفي الطريق مررت بقبر، ثم بعد ذلك نزلت منزلا فأصابني التعب فنمت فيه، فجاءني صاحب القبر وقال: يا أبا قلابة. فقلت: من أنت؟ قال: أنا صاحب القبر الذي مررت عليه الآن في طريقك، والله يا أبا قلابة إن ركعتين، وكان أبو قلابة قد صلى ركعتين، إن ركعتيك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فلا تحمل نفسك على الدوام على الطاعة بعد رمضان، هكذا أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. المداومة على الطاعة من أسباب حسن الخاتمة، فيعني حق حدثنا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يقول: اللهم أحسن خواتيم أعمالي. فسئل عن ذلك: يا رسول الله، تكثر من هذا الدعاء، اللهم أحسن خواتيم أعمالي، قلها الآن أيها المشاهد الكريم: اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، اللهم آمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، تكثر من هذه الدعوة؟ فقال له: إنما العبرة بالخواتيم،
إنما العبرة بالخواتيم. ثابت ابن عامر ابن عبد الله ابن الزبير كان دائما وأبدا وهو ساجد يقول: اللهم أمتني ميتة حسنة. فسمعه أحد أصحابه وقال: كثيرا ما تدعو بهذه الدعوة، اللهم أمتنا ميتة حسنة. قل أمين يا دكتور عماد. أمين. والسامعين والمسلمين أجمعين. فإذا به يقول: كثيرا ما تقول هذه الدعوة. فقال: أن أموت وأنا ساجد، يا الله، يا لها من حسن خاتمة. فإذا به بلغ من العمر 52، حوالي 51 سنة، فأصابه المرض حتى أعيا لا يستطيع القيام، وكان يسكن بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسمع أذان المغرب: حي على الصلاة، حي على الفلاح، اللهم ردنا إلى مساجدنا وإلى بيوتك يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. فقال لأولادي: احملوني حتى أصلي المغرب في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا أبانا عذرك الله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أنت مريض. قال: لا أبا لكم، كيف أسمح حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أصلي ولا ألبي في مسجد رسول الله؟ فأخذ يتهادى بين أولاده حتى أوقفوه في الصف الأول، وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام وسجد المأمومون، قام الإمام وقام المأمومون إلا رجل لم يقم، إنه ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير، مات وهو ساجد. يقول ابن كثير: جرت العادة، من أحب شيء عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم ابعثنا على قول لا إله إلا الله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ناخد مداخلة من الأستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب. أي يا فندم. تفضل. أهلا عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. خير يا فندم. كل عام وحضرتك طيب. تفضل يا فندم، معاك الشيخ محمد. تفضل. ماشي. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسترك يا حبيبي. حضرتك يا فندم، هل التسبيح ينفع باليد الشمال؟ طب اليمين سليمة؟ طيب أجيبك إن شاء الله. ماشي يا فندم، شكرا جدا. في سؤال تاني؟ ناخد. شكرا أستاذ إيهاب، تابع معنا. شكرا. طيب شكرا. تمام، نجاوب على سؤالك. تفضل. شكرا. التسبيح كان باليد اليمنى فهو أفضل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم بها، وكان يأكل بها، وكان يقول: إنما يأكل الشيطان بيسراه أو بشماله. حتى جاءه رجل في يوم من الأيام وهو يأكل أمام رسول الله عليه، فقال له النبي وهو يأكل بشماله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: ما استطعت. يعني كأن النبي دعا عليه. فدائما وأبدا استخدام هذه اليد اليمنى تكون في السلام، وأسأل الله أن يفك هذه الأزمة، أزمة كورونا هذه، حتى أستطيع أن أسلم على الناس وتسلم عليهم يا دكتور عماد إن شاء الله، والمشاهد الكريم إن شاء الله. طبعا وكذلك شاء الله. التسبيح يكون على اليد اليمنى إن شاء الله، وإن سبح على اليسرى لعذر في يمناه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. شكرا أستاذ إيهاب. نرجع تاني للاستمرار في الطاعة فضيلة الشيخ محمد، ونتكلم ونقول إن في شهر رمضان كان المسلم يعني بيداوم على الفروض ويبعد عن المحرمات والمحظورات، وكان بيداوم على السنن والنوافل. هل يعني الاستمرار على الطاعة بعد رمضان، يعني كيف يداوم المسلم على ذلك بحيث أنه يستطيع أن يلاقي يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى؟ ولكن نجاوب على هذا التساؤل بعد هذا الاتصال من الأخت إقبال. أستاذ إقبال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتكم خير. والصحة والسلامة. معك فضيلة الشيخ محمد سمير. أهلا وسهلا. اتفضلي. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يسترك يا بنتي، اتفضلي. بارك الله فيك. معلش يا شيخ، بص كنت عايزه منك كده يعني اجابه ونصيحه او تشجيع اكتر. يعني كان في حد عارض علينا يعني ان احنا نعلم اللي هم يعني الامهات والاخوات اللي هم مش متعلمين اصلا الصلاه واحكامها يعني وكده. تمام. فهو طبعا التعامل معهم صعب، يعني استجابتهم بتبقى ضعيفه، خاصه ان مفيش اي حاجه في دماغهم يعني. فانا كنت عايزه اشوف الموضوع ابدا فيه وكده، وانا مش عاوزه حاجه يعني، مش حابه انه يكون في عارضين مرتبات، وانا مش حابه الموضوع، حابه ان يبقى الامر لوجه الله يعني. كنت عاوزه تشجيع وعاوزه يعني احكام في التعامل معاهم وكده يعني. وديبك ان شاء الله. عايزين يعلمهم الوضوء
قراءة الفاتحة والتشهد والحاجات دي، هم طبعا الحاجات دي مش مرتبة في دماغهم يعني. أنت معاكي إيه؟ طريقة للتعامل. خريجة إيه يا أستاذة إقبال؟ أنا طالبة في معهد أزهري، معهد قراءة. بارك الله في الأزهر وفي طلاب الأزهر. نفع الله بك يا إقبال، تابع معنا وإن شاء الله الشيخ محمد يجاوب على حضرتك. شكرا لحضرتك. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هذا هو العمل الصالح. يعني سبحان الله، أن يأتي هذا الرجل الذي كان لا يتعلم الصلاة وهذه المرأة التي كانت لا تجيد الوضوء في ميزان الحسنات، فنعم هذا الخير. فجزاهم الله خيرا، ولكن هي طالبة في الأزهر الشريف، فحاولي أن تدرس الفقه جيدا حتى تستطيعين أن تعلمي هؤلاء الرجال والنسوة يعني تعليما صحيحا، وجزاكم الله خيرا. حضرتك تنصحها بقراءات معينة، مراجع ومصادر، كتب الأزهر الشريف. كتب الأزهر الشريف. فبارك الله في الشيخ الطيب، لأنه يعني ما شاء الله تبارك الله جعل العبادات من الابتدائي الآن. يعني الطالب في أولى ابتدائي والصف الثاني الابتدائي يدرس كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم. فجزاه الله خيرا، فكتب الأزهر مليئة بالخير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا ينفع بحضرتك. الأستاذ علي معنا مداخلة، تفضل أستاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، كل سنة طيب. الله يخليكم، كل عام وأنتم بخير. صحة السلامة. معك فضيلة الشيخ محمد. ايوه، كنت قاعد اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضل، معاك الشيخ محمد. اتفضل. والنبي مولانا لو سمحت، انا الرسول عليه الصلاه والسلام جالي مرتين، ما شاء الله، واخبر حضرتك جالي مرتين في المنام. انا عايز يجي على طول، احلم بيه على طول، ايه اللي نعمله بالظبط؟ انت تقول لنا انت بتعمل ايه عشان نعمل زيك. ما شاء الله تبارك الله. انا بصلي على الرسول حضرتك في اليوم كتير قوي، عليه افضل الصلاه والسلام. انا صلاتي على الرسول بصلي عليه كتير قوي قوي قوي، بس هو ده اللي عمله، وجالي في المنام مرتين حضرتك بهيئته، فانا عايز يجيلي على طول، ايه اللي نعمله حضرتك؟ كلمك يا استاذ علي؟ نعم. كلمك؟ حدثك النبي؟ لا ما كلمنيش، لا ما كلمنيش، انا شفت هيئته بس. اسالك بالله يا استاذ علي، ان رايت النبي؟ انا شفت حضرتك مرتين صدقني والله. طيب ما انا هقول لك يا علي، اسمعني. أيوه. ان رايت النبي فابلغه السلام. ماشي. جزاكم الله خيرا. ربنا يتقبل منك الأستاذ علي. أمين يا رب. أمين يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهنيئا له الأستاذ علي، وإن كنت تريد أن ترى النبي دائما فاحرص على الصلاة على النبي، وعلق قلبك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. سبحان الله، يعني حاجة من الحاجات النعم والكرامات اللي ربنا أنعم بها على الأخ علي. ربنا يا رب يديمها عليك نعمة بإذن الله تعالى، ويكرمنا وإياكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني يا فضيلة الشيخ محمد، ونقول في رمضان بنداوم على الفروض المكتوبة وعلى السنن وعلى النوافل، ونبعد عن المحظورات وعن المحرمات، ويعني بنكون بنحرص على أننا نكون قريبين جدا من طاعة الله. كيف نستمر في ذلك بعد رمضان؟ إيه اللي نثبته، وإيه اللي نخففه، وإيه اللي يعني بحيث أنه ما يبقاش فيه مشقة؟ أولها يا دكتور عماد، أنك تقول في كل صلاة، بل في كل ركعة من صلاتي: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الاستعانة بمن؟ بالله. وطلب العون من من؟ من الله سبحانه وتعالى. حبيبك النبي يخاطبه الرب العلي فيقول: ولولا أن ثبتناك إن كدت لتركن إليهم شيئا قليلا. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ثبته ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، فيقول: لبيك يا رسول الله. يعني عندما يقول له الرب العلي: ولولا أن ثبتناك إن كدت لتركن إليهم شيئا قليلا، إذن التثبيت من من؟ من الله. فينادي النبي على سيدنا معاذ: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال: والله إني لأحبك. يا الله، ما هذه المكانة، وما هذا الشأن العظيم، وما هذا المقام الكبير. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك يا رسول الله. انظر إلى وصية النبي لسيدنا معاذ ولكل مسلم ولكل موحد. قال: يا معاذ، لا تدعن
في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن أن تطلب العون من الله وأن تستعين بالله وأن تقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن أردت المداومة على الطاعة لا تحمل النفس المشقة، يعني ما بدأش في يوم أقرأ 5 أجزاء، في اليوم التالي ألاقي فيه فتور أقرأ 4، الثالث هنزل. لا، يعني روح عن نفسك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي حنظلة الأسيدي يقول: قابلني أبو بكر الصديق فقال لي: كيف حالك يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ قال: إذا كنا عند رسول الله فأسمعنا عن الجنة والنار كأنها رؤيا عيان، كأننا نراها رؤيا العين فنبكي. ثم إذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا ذلك. فنافق حنظلة يا أبا بكر فقال: يا حنظلة، يصيبنا مثل الذي أصابك، إحنا زيك، هلم بنا إلى إيه؟ إلى الحبيب النبي. فانطلق إلى رسول الله فقال له النبي: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك يا حنظلة؟ قال: إذا كنا عندك أسمعتنا عن الجنة والنار كأنها رؤيا عين فبكينا. فإذا خرجنا من عندك وعدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات فنسينا. قال: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو دمتم على حالكم معي لصافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، إنما ساعة وساعة. ساعة وساعة. طيب، معنا صفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة صفا اتفضلي. بقول لحضرتك أسأل الشيخ سؤال. اتفضل. أنا بسأل على وعاوزة أدعي دعاء بعدها. طيب اتفضلي السؤال الأول. على المدح والذم والحب والبغض، بالنسبة للناس، يعني هو كده لما حد يحبني يبقى ربنا بيحبني، وما حد يمدحني يبقى كده ربنا راضي عني. أنا عاوز أعرف الحتة دي يعني متعلقة بالله والناس مع بعض ولا لأ؟ أجيبك إن شاء الله. هو فضيلة الشيخ مع تابعي معانا وخليك. أنا عاوزة اتفضلي. يا رب ارفعكم في أعلى عليين. آمين يا رب. فيكم لمقام المقربين. آمين. وجعلكم من المتألقين. وأسأله سبحانه أن يحبكم ويرضى عنكم. آمين. ويستركم بستره الجميل. آمين. وينفع بكم أمة حبيب العالمين. آمين. وأسأل المولى أن يكبر بخاطركم أينما كنتم. آمين. ويوعدكم بزيارة روضته وبيته. آمين. الحرام عن قريب. آمين. ويمتعكم بالصحة والعافية على الدوام، ويجعلكم من الفائزين دنيا ودين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم تقبل. يعني نسأل الله أن يعم هذا الدعاء كل السادة المشاهدين. الشيخة صفا الحقيقة اتكلمت عن نقطة مهمة جدا، ويمكن دي كمان من ضمن يعني العوامل اللي حضرتك اتكلمت عليها في المداومة على الطاعات، وهي هل الصحبة الصالحة دور في الثبات على الطاعات؟ طبعا. ولو ان الشق الاول يا دكتور عماد هي بتسال عن حب الله عز وجل. طبعا. يعني من يحبني المخلوقين، يعني جميع المخلوقون كده، والمخلوقين يحبونني ويحب دكتور عماد ويحب المشاهد الكريم، هل هذا دليل على حب الله عز وجل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ان الله اذا احب عبد قال ربنا: يا ملائكتي اني احب فلانا فاحبه. وتنادي الملائكه على اهل الارض: يا اهل الارض، إن الله يحب فلانا فأحبه. سبحان الله. هذا الحب ليس له علاقة بمنصب ولا جاه ولا سلطان ولا مال، ولكن هي علاقة بين من؟ بين الله وبين عبده. هذا هو الشق الأول. أما الشق الثاني اللي حضرتك كنت بتسأل فيه، الصحبة الصالحة، ينظر أحدكم من يخالل الله، وعلاقة ذلك بالثبات على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، ف
فلينظر أحدكم من يصاحب أو من يخالل، قل لمن تصاحب أقول لك من أنت. الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أكثروا من الصحبة الصالحة ومن الصاحب الخير، فإن الصحبة الصالحة تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة. قالوا: نعلم تنفع في الدنيا، نعلمها، فكيف تنفع في الآخرة؟ قال: إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة تذاكروا أحوالهم في الدنيا، فيقول أحدهم: أين صاحبي فلان؟ صاحبي ده كان معايا في المدرسة، كان معايا في الكلية، كان جاري، أين صاحبي فلان؟ فيقال له: في النار. فيقول: يا رب، والله لا تكمل لذتي بالجنة حتى أرى صاحبي معي في الجنة. فيأمر الله عز وجل أن يخرج هذا الصاحب من النار فيدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار: أشفع له أبوه شهيد؟ قالوا: لا. أشفعت له الملائكة؟ لا. النبيون؟ لا. ابنه شهيد؟ لا. من شفع له؟ شفع له صديقه. فيقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فأكثروا من الصحبة الصالحة. كذلك حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة يذكر السلام أن رجلا خرج ليزور أخا له في قرية، فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته في أول القرية. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: ألنعمة تربوها عنده، فيه بينك وبينه شراكة، يعني مرابحة، عمل دنيوي، مصلحة؟ قال: لا والله، غير أني أحبه في الله. قال: أبشر، فإن الله قد أرسلني إليك يبشرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. كذلك دكتور عماد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن أكون أنا وأنت والمشاهدين الكرام منهم يا رب العالمين ولي ذلك والقدر عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فهنيئا للصحبة الصالحة. اللهم أمين. يعني من ضمن الأشياء اللي بتحدث أيضا كما قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. يعني لا يخلو في عصر الفتن اللي احنا بنمر فيها من بعض الهنات والهمزات اللي ممكن يعني نمر بيها في شهر رمضان الكريم، فكيف يتوب المقصر؟ ناخد الإجابة عن هذا التساؤل بعد مداخلة من الأستاذة أمال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. هو أنا ممكن أصل فضيلة الشيخ على سؤال؟ اتفضلي أسمعك. أنا بس كنت عايز أعرف إزاي يعني أعلم ابني يختار الصاحب الكويس. تمام. اختيار الصديق، كيفية انتقاء الأصدقاء، ودور كمان الأهل الآباء في أيوة اختيار الأصدقاء. أيوة إزاي بقى أكلمه في حاجة زي كده؟ تمام حضرتك بشكر. ممكن أسأل سؤال تاني؟ فضلي. أنا في المنام على طول بحلم، يعني بحلم على طول أنا بطير، بس عايز تفسير الحلم ده. الحلم ده أنا حلمت بكذا مرة. بتنامي على وضوء؟ لا. طب حاولي تنامي على وضوء. خلاص ماشي. وقولي دعاء النوم: اسمك اللهم وضعت جنبي وبإذنك أرفعه، فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. والنوم على الجانب الأيمن وعلى طهارة. طيب حضرتك تابعي معنا من خلال الشاشة الجزء الأول من سؤال الأخت أمال، وهي كيفية ودور الآباء في اختيار الأصدقاء لأبنائهم، وده دور تربوي مهم جدا. أسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يصلحهم لنا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والله تربية الأولاد الآن يا دكتور عماد يمكن تتفق معي في هذا الكلام، من أصعب الأمور التي تمر بنا الآن. لما؟ لأنه عصر الفتن، عصر النت، عصر التواصل الاجتماعي، عصر الأمور البرمجيات التي لم نرها في سابق عهدنا في الصغر. فإذا أردت أن يصلح الله لك الولد فأطب مطعمك، الأكل من الحلال. ليه يا دكتور عماد؟ سبحان الملك، أن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. النطفة التي تتكون من اللقمة الحرام تنبت ولدا غير صالح. كذلك اتبع نهج النبي في اختيار الزوجة،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. تنكح المرأة لأربع: لمالها، لحسبها، لدينها. فاظفر بذات الدين لجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا بعد ذلك عندما تجتمع بأهلك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. هكذا أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما إن ترزق بولد حتى تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في اليسرى. أنا اتبعت كل هذه الأمور يا عم الشيخ. بعد ذلك صاحب يعني لعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، ثم اترك له حبله على غربه. انظر إلى أصدقائه، فإن كان الصديق يذكره بالله، بالصلاة، بتلاوة القرآن، بأكل الحلال، فهذا هو الصديق المطلوب، وهذا الذي نرجوه لأولادنا إن شاء الله. مع طبعا متابعتهم وتوجيههم وتقييم أصدقائهم. وهناك أمر أنبه السادة المشاهدين إليه: إياك أن تدعو على ولدك. لما؟ لأن رجلا يأتي إلى سيدنا عبد الله بن المبارك فيشتكي له عقوق الولد، فقال له: أو تدعو عليه؟ أنت بتدعو على ابنك؟ قال: نعم أدعو عليه. قال: أنت الذي أفسدته. يعني أيها الأب، أيتها الأم، عندما تسجد وعندما تسجدين قل: اللهم اصلح لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اجعلهم زخرا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم خدما لدينك، حملة لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بدعائك الصالح إن شاء الله يصلح الله لك الأولاد بإذن الله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنهم دعوة الوالدان لولدهما. فعليك بالدعاء. والحقيقة يعني أنا هاخد من كلام حضرتك، وحضرتك بتقول النبت الطيب وطيب المطعم والعرق الدساس، فبالتالي هقول للأخت أمال إن برضو وهي بتختار لأبنائها يعني تبحث عن أسرة صديق الابن. هل يراعى الله في تربية وتنشئة أبنائهم ولا لا؟ فإن في الآخر الابن نبت أو الصديق الابن نبت في أسرة تراعي المحرمات أو يعني تراعي طاعة الله أم لا، فده بينعكس على أبنائهم. كلام طيب وإضافة طيبة، جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. نستكمل بقى حضرتك المعصية وكيفية التوبة. الله يأمر المؤمن قبل العصي فيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ينادي على المسرفين فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني سبحان الله، الله ينادي على المسرفين لم يقل: أيها العصاة، أيها المذنبون، أيها المسرفون، أيها السارقون، أيها النهابون، أيها الغشاشون، إنما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فسرع بالتوبة، سرع بالأوبة، سرع بالندم، سارع بالدمع، سارع بالذل والانكسار بين يدي قيوم السماوات والأرض. قل: يا رب اغفر لي الذنب، استر علي العيب. لما؟ لأن الله يفرح بتوبة العبد، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين مدى فرح النبي صلى الله عليه وسلم مدى فرح الرب العلي بتوبة عبده المذنب، فيقول: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على دابته بأرض فلاه، على هذه الدابة طعامه وشرابه، فانفلتت منه الدابة وعليها الطعام والشراب. المكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء، لا أنيس ولا جليس، فأيقن بالموت، فجلس واتكى إلى صخرة ينتظر الموت. وبينما هو نائم جاءت الدابة وعليها طعامه وشرابه، فأمسك بلجامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة أحدنا كما فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه. كذلك إياك أن تستعظم المعصية على رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الزاني ويأتيه السارق فلا يغلق في وجهه الباب، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نقنط الناس ونغلق باب التوبة في وجوه العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجلين وعبدين من بني إسرائيل، أحدهما
كان طائعا والآخر كان يعصي الله، فكان إذا مر الطائع على العاصي وهو على معصيته فيقول له اتق الله، أقلع عن المعصية، فيقول إليك عني، أجعلك الله علي رقيبا؟ في يوم يمر عليه فيجده مقيما على معصية، فقال له اتق الله وأقلع عن المعصية، قال إليك عني، أجعلك الله علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال ربنا من الذي تألى علي؟ من الذي نصب نفسه إلها؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهذا المذنب وقد حبط عمل هذا الطائع. فباب التوبة مفتوح. باب التوبة مفتوح، ونستكمل التوبة بعد اتصال الأستاذة أمال. ألو. أهلا وسهلا أستاذة أمال، اتفضلي. أنا عايز أكلم حضرة الشيخ. سامعك يا أستاذة أمال، اتفضلي. أنا عايز أسأل سؤال. هو أنا لما كنت لسه ما اتجوزتش فدعيت دعاء وقلت يا رب ما ربنا ما يكرمنيش غير بعد 5 سنين. ليه مش عايزة زواج ليه؟ كان في ظروف وكده يعني، فأنا دعيت الدعاء ده. تمام. فدلوقتي أنا ليا 9 سنين. تأخر الزواج. فتأخر الحمل. أبشري. فدلوقتي بيقولوا لي كثري من الاستغفار عشان ربنا يكرمك يعني. أبشري. سأدلك إن شاء الله على يعني روشتة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا لاتصالك أستاذ أمال، وتابعي معنا من خلال الشاشة. يعني هذه رسالة لكل من له حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن دعاء قضاء الحاجة، تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. من دعا بهذا الدعاء بعد صلاة ركعتين قضاء الحاجة قضيت له حاجته إن شاء الله إن أخلص فيها. حاجة حدثت معي أنا دكتور عماد، كان عندي موتوسيكل، الكلام ده من 10-15 سنة قبل أن يمن الله علينا بالإيه؟ ربنا يفتح عليك إن شاء الله. رحت أطلع رخصة، كان في رمضان في مثل هذه الأيام التي مضت، وصلت الشباك فطبعا واصل الظهر لأن من المنطقة اللي أنا فيها لكفر الدوار مسافة، فكان الموظف بدون ذكر أسماء أنا أذكره جيدا والله لعله يشاهد الحلقة الآن، فأول ما شافني كده طبعا فيه لحية خفيفة فقال لي يا عم الشيخ روح وما فيش النهاردة لك أوراق، خلاص مش هاخد منك الورق. قلت له بالله عليك أنا راجل إمام مسجد عشان خاطري وعشان قيام عشان صلاة القيام وبتاع، مشينا النهاردة يا أستاذ فلان. قال لي يا راجل وجه حالب بالطلاق ما هو أخذ الورق. لجأت إلى من؟ إلى الله. سمعت أذان الظهر ذهبت إلى المسجد وصليت ركعتين بنية قضاء الحاجة بعد الفرض، قلت يا رب أسألك في نحر هذا الرجل وأعوذ بك من شره، أريد أن أحصل على الرخصة اليوم وأذهب بها إلى البيت. جلست كده والرجل يعني بنظر من تحت النظارة يعني أنا حالب بالطلاق انتهي عدد، ولكن سبحان الملك مر علي رجل محترم لابس بدلة محترمة زي الدكتور عماد كده، بارك الله فيك، فقال لي انت قاعد ليه يا أستاذ؟ فقلت له والله حصل كذا 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 من الموظف ده، أتبدا اللي هو المسؤول عن المرور في البحيرة رئيس الوحدة، فقال خد اسم الأستاذ وربع ساعة يكون معاه الايه؟ الرخصة. الله أرسل يعني، بيسألني فبيقول لي انت الحق. اتصلت بمين؟ قلت له لجأت إلى الله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ربنا يا رب يدلنا جميعا يعني اللجوء إلى الله، ودي يعني فرض من الفرائض اللي هو الدعاء لله والتقرب لله. تمام. من الفروض اللي يعني وإذا سألك عبادي يعني عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونصيحة أخيرة برضو للأستاذ أمال، يعني خلي أبوك وأمك يدعوا لك. فيها فضيلة الشيخ يعني الاتصال السابق برضو الأخت أمال كانت بتتكلم عن الطيران في المنام. تمام. إيه دلالة والله يعني لست بتأويل أحلام العالم، إنما يعني واجب عليها أن تنام على طهارة وأن تكثر من الأذكار، أذكار النوم والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه أمور كلها يتلاعب بها الشيطان. تمام. ف
فإن دل على شيء فإنما يدل على حديث النبي عليه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك نوم طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فوجب عليها أن هي تنام على وضوء وتكثر من الاستغفار، فلن ترى هذا الأمر مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. نستكمل السؤال الخاص بالتقصير وخاصة في رمضان وكيفية التوبة منه. وهناك بعض الهنات يعني الشائعة زي الإفطار متعمدا في نهار رمضان بأي سبب منهم إتيان الزوجة، قد يكون هناك عدم التزام بالصلوات، بالقراءة القرآن، بالسنن والنوافل، فكيفية أو كفارة هذه الذنوب أو التقصير؟ هي هذه الأمور تحتاج إلى توبة، وهناك أحكام فقهية لكل أمر ممن ذكرت. يعني حكم من تعمد جماع الزوجة في نهار رمضان ففيه كفارة وفيه القضاء، وكذلك الأكل والشرب متعمدا على اختلاف بعض المذاهب فيه برضو الكفارة والقضاء، وإن كنت أميل أن فيه القضاء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا من أجل أن أتوب وأن أرجع وأن أداوم على العمل الصالح بعد رمضان ألا أشق على نفسي. يعني حبيبك النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي أبو هريرة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، دخل النبي مسجد رسول الله في المدينة فوجد حبلا بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا لزينب، سيدة زينب بنت جحش أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها، إذا فطرت أمسكت به، يعني تقيم الليل، فإذا تعبت قامت فأمسكت بهذا الحبل وصلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، فكوا الحبل ده، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب أو فطر على اختلاف روايات النبي صلى الله عليه وسلم فليرقد. حبيبك النبي فيما يروي سيدنا أنس بن مالك كما جاء عند صحيح الإمام البخاري ومسلم يقول جاء ثلاثة رهط إلى رسول الله فسألوا عن عبادة النبي، ذهبوا إلى بيوتات النبي فسألوا عن العبادة فكأنهم تقالوها، قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم الأول قال أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني أما أنا أصوم النهار ولا أفطر ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فوصل الخبر لمن؟ صلي عليه أفضل الصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال النبي ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. قالها الحبيب النبي. فإن أردت أن تدوم على الطاعة وأن تترك المعصية روح عن نفسك، لا تشدد عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا استقيموا. طب أنا مش قادر على الاستقامة، قاربوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني سبحان الله النبي بيّن في هذا الحديث أمورا عدة، إن لم تقدر على الاستقامة فقارب، إن لم تقدر على قيام الليل كله يعني صلي الثلث الأول النصف الثلث الأخير، إن لم تقدر على قراءة جزئين أو ثلاثة. يعني الحقيقة خير ختام لهذه الفقرة، نفع الله بكم فضيلة الشيخ محمد سمير البنا، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين نشكر فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، ونطلع فاصل نرجع تاني نستكمل باقي فقرات اليوم المفتوح.